السابع وأبو الفنون الحاضر في كل الحضارات الإنسانية، أين يجد المبدع الإماراتي سلطان النيادي نفسه الآن وبعد هذا العطاء الذي شارف على نحو أكثر من 30 سنة؟ نعم، أنا اعتزلت التمثيل لكني لم اعتزل المسرح كتابة ولم اعتزل الدراما إنتاج. أنا منتج وكاتب ولازلت ولله الحمد أعطي في شتى المجالات، في شتى مجالات الفنون. ليش الأسماء المسرحية الكبيرة ما يكون في بينهم تعاون بدل ما يكون كل واحد يسعى بتقديم شيء ينافس الثاني؟ مين قال هذا؟ الليلة المسرحية فيها تعاون كبير. أنا من مسرح العين متعاون مع مسرح الشارقة، ومسرح الشارقة ما شاء الله يعني صدوا لهذا العمل كبير اللي شفتوه واستمتعنا بكلنا. بالعكس في تعاون كبير سواء كان على مستوى التلفزيون او على مستوى المسرح. قضايا كثيرة عندنا نواجهها اليوم كعرب ومسلمين، فليش ما يكون هناك مسرح للكوميديا السوداء مثل كاسك يا وطن؟ والله الكوميديا يعني تحتاج الى مهرجان فعلا، ونحن بصدد إقامة مهرجان إن شاء الله، قاعدين في طور الدراسة الحالية. نعم، في حياة كل إنسان محطات، ولكن الفنان بالمقام الأول محطات مختلفة، فما هي المحطات التي ساهمت في إبراز سلطان النيادي؟ أنا محب للشعر، أكتب شعر أوقات، ودخلت مجال الفن من هذا الباب. أول مسلسل اشتغلته كان من أشعار سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، مسلسل جواهر. يهم ملالي يهم ملالي، تريديني يا لولو؟ تحبيني؟ العاد قوليها، ودي أسمعها من تقوليها. وبالتالي يعني هذا المجال استهواني ولجلت فيه. شكرا لك الفنان الشامل سلطان النيادي.